Hello, I'm Dr. Sean Murphy. I'm a surgical resident at San Jose St. Bonaventure Hospital. السلام عليكم. في تكملة المحاضرة الرابعة من مادة الـ Respiratory System راح ناخذ إن شاء الله الـ Blood Gas Carriage، يعني خصوصا الكربون دايوكسيد ان بلاد، يعني راح ناخذ طريقه انتقال ثاني اكسيد الكربون من الانسجه والى اللنج ومن اللنج والى خارج الجسم، وشنو تاثيرها على العمليات الفسيولوجيه والبي اتش اللي موجوده بالجسم. طبعا بشكل مختصر لان الديتيلز شويه شويه يعني ناخذها مرور المحاضرات. بالبدايه مخليكم اني يعني فد صفحتي اني لخصن هذه المحاضره كليتها، هذه الصفحه زين يعني لان قطعتين مال الصوره بس لخص لك كل هذه المحاضرة اللي راح ناخذها. فخلنا ناخذ هناك فكرة عامة ودور نمشي بالمحاضرة راح نعرف كل الأشياء اللي راح نلقاها. شو يقول؟ يقول بالنسبة للكربون دايوكسيد إيش بيه؟ ينتقل على شكل ثلاث حالات. أول حالة اللي هي dissolved carbon dioxide، يعني وين يذوب بالبلازما، تمام؟ وثاني حالة اللي هو الكربون أمينو هيموغلوبين، معناها CO2 يرتبط ويا من؟ يرتبط ويا الهيموغلوبين وينتقل، تمام. والحاله الثالثه اللي هو يكون على شكل بايوكربونات اللي هو HCO3 او H2CO3. H2CO3 ما يقولون انه هو عباره عن مركب انستابل، فيحكون عليه من على HCO3. فاذا هسه الكربون ده الكربون موجود بالجسم على شكل ثلاث صيغ، او ينتقل بالجسم على شكل ثلاث صيغ. اول صيغه ديسولفد يعني ذايب بالبلازما، بروتينات البلازما. وثاني شيء يكون ذايب بما بالكربون امينو هيموغلوبين، يعني بالهيموغلوبين متصل. وثالث حالة اللي هي البيوكربونات. حلو، كل واحدة لها نسبة راح ناخذ احنا زين. فهنا ذاك لك يعني هو ايش يقول لك؟ بال HCO3 هو اكثر واحد كربون ينتقل عن طريق ال HCO3، اكثر واحد تقريبا بنسبة 60%، تمام، من نسبة CO2 اللي موجود بالجسم. وبالبلازما يذوب بالبلازما تقريبا 10%، وبالهيموغلوبين ينتقل 30%. زين، بالهيموغلوبين هو الهيموغلوبين بروتين، والديسولفيد ديسولفيد يعني بالبلازما، البلازما هم بيها بروتينات. فاذا CO2 من تقسمه للبيوكربونات، والله هذا خلاصنا من عندها، للبروتينات اللي موجوده بالبلازما واللي نسميها بالديسولفيد، وللهيموغلوبين اللي موجود بالار بي سي. حلو، شوف كملاحظه، البروتينات اللي موجوده بالبلازما تمام تكون الكفاءة مالتها لاستقطاب CO2 أقل من كفاءة الهيموغلوبين، فبالتالي الهيموغلوبين يستوعب 30%، بينما البروتينات اللي موجودة بالبلازما تتصل فقط ب 10% من هذا CO2. تمام، جيد. بعد نكمل الكربون دايوكسيد بلازما ديسولفد، هسه راح ناخذ الكربون دايوكسيد اللي راح يذوب من بالبلازما. جيد، شو يقول؟ يقول هذا شو اسمه الكربون دايوكسيد بشكل عام انه اللي يطلع من الانسجه، تمام، ايش راح يصير به؟ قسم من عنده يتصل ويا الهيموغلوبين مثل ما قلنا، وقسم من عنده ايش بيه يصير ديسولفد ويذوب بالبلازما. اوكي، يقول هنا CO2 dissolved in plasma and may be formed hydrogen ion and hydrogen carbonate ions. يعني يقول لك يا بل هيدروجين CO2 ويا ما طلع من النسيج وراح يدخل الدم، من راح يدخل الدم راح يصير على شكل ثلاث صيغ اللي قلناها من ساعة، أما بيوكربونات أما بالهيموغلوبين أما يذوب بالبلازما. هسه راح ناخذ كل واحدة بالديتيلز مالتها. يقول هنا اكو فد رياكشن، هذا الرياكشن هذا شوف هذا الكلام هسه اللي موجود هنا راح اشرح لكم اياه على شكل مخطط أو على شكل معادلة على مود نرجع له بعدين. هي شوف هذا الشكل، يقول هنا ال CO2 طلع منين؟ طلع من البلازما. اوكي، طلع منين؟ طلع عفوا من السيل، السيل اللي هي هذا السيل العاديه تيشو سيل. وراها وين يجي؟ يجي احنا قلنا بيه ثلاث حالات، اما يكون ديسولفيد يعني يذوب بمن؟ يذوب البروتينات مات البلازما، هذا عباره عن كابيلاري واذا هنا بروتينات مات البلازما وذاب بيهن. اوكي، هنا الامور تمام، اول واحده خلصنا من عندها. ثاني طريقة إله وين يروح؟ يروح يرتبط ويا الهيموغلوبين، شو نسميه؟ نسميه كاربو أمينو هيموغلوبين، واللي تكون نسبته تقريبا 30%، 20%، 30%، هنا هاي النسبة عوفة مالك علاقة بها 30 مثل ما أخذناها من الساعة، وهنا ايش قد؟ وهنا 10، بقى ايش قد؟ بقى 60%. هذا 60% وين تروح تتصل؟ تروح تتصل على شكل هيئة بيوكربونات. شلون راح تتم هاي العملية؟ هذا راح ناخذها بشكل مفصل هسه. هذه هسه اللي خلطتها باللون الازرق، هذه لها تاثير على من؟ على البي اتش، ولها تاثير على شنو؟ على الشيفتنج والافينيتي ما افينيتي والى اخره.
ولها تأثير كذلك عليه من تأثير على تركيز أيونات الهيدروجين. فهسه راح ناخذها بشكل مختصر يعني ونشوف ايش بيها ما بيها بشكل مفصل من المختصر. يقول CO2 منتج لهنا ايش راح يصير بيها؟ ترتبط ويا من وين؟ H2O اللي موجود وين؟ بالريد بلس سيل. ها كله بالريد بلس سيل تمام. CO2 ترتبط ويا من وين؟ H2O. من يرتبط ايش طني؟ طني H2CO3 اللي هو عباره عن مركب انستيبل غير ثابت. حلو انستيبل زين. باستعمال شنو؟ باستعمال انزيم. هذا الانزيم هذا تحويل ال CO2 الى H2O3 تحويل ال CO2 وال H2O الى H2CO3 تمام باستعمال انزيم. وين هسه نطلع لكم اياها؟ هذا اللي موجود باللون الاصفر. شو نسميه؟ نسميه بالكربونيك انهيدرايز. هذا الكربونيك انهيدرايز موجود بال RBC يعمل على تحويل ال CO2 المن الى HCO3 والمن ولا الى H2CO3. اوكي حلو. هذا ال H2CO3 شبيه هو عباره عن مركب انستيبل، حتى مرات ما يذكرونه يعني كانه خطوه مخفيه ما يذكرونه، لان مباشره يتحول المن يتحول الى H زائدا HCO3. يعني هي H2CO3 ناخذ H منها واحده صير H زائدا بقت مكانها H HCO3 هذا الشكل. حلو. فهسه احنا هذا ال H2CO3 ايش سوينا له؟ فصلنا من عند ال H ايش صار؟ صار HCO3 زائدا الهيدروجين. تمام الامور؟ تمام. هذا ال HCO3 شبيه هذا ال HCO3 شبيه راح يطلع وين؟ يطلع خارج الريد بلس سيل. ايش يدخل مكانه؟ يدخل مكان الكلور. يدخل مكان الكلور المن الى داخل ال RBC. ايش نسميها؟ نسميها بالكلورايد شيفت. هاي العمليه يخرج ال HCO3 يدخل مكانه من هو الهيدروجين نسميه بالكلورايد شيفت. اما الهيدروجين اللي انفصل من ساعه شبيه هذا راح يتصل ويا الهيموغلوبين وهم له وظيفه بالافينيتي ما افينيتي وذن السوالف. فهسه الامور ان شاء الله واضحه. اذا هذا الرسم مو واضح فراح اوضحه يعني على من على مصدر قايتين. اذا فهمته سوي سكيب واذا ما فهمته ابقى وياي زين. شوف هسه هذا السيل هذا شوي اوضح. هذا السيل بها CO2 تمام. وراها هذا CO2 صار بي اجى دخل الى داخل الريد الى داخل الكابيلاري. قلنا راح نقسم قسمين، اما يكون ديسولفد بالبلازما يذوب بالبلازما مثل هذا تمام هيج ويذوب بالبروتينات مالت البلازما بمقدار 10% جيد. اما يروح المن الى داخل الريد بلس سيل ايش راح يسوي؟ الريد بلس سيل راح يتصل ويا من؟ يتصل ويا شغلتين او يصير بي شغلتين. اما هذا CO2 يتصل ويا الهيموغلوبين شو نسميه بالكاربو امينو هيموغلوبين اللي هو هذا المركب. خلصنا من عنده. او ايش راح يصير بيه؟ راح يتحد ويا ال H2O تمام باستعمال انزيم نسميه بالكربونيك انهيدرايز اللي هو هذا. شنطوني ينطوني ال HTCO H2CO3 وال H2CO3 هو عبارة عن مركب انستيبل راح يتفكك ينطيني ال HCO3 وينطيني ال H. بالنسبة لل HCO3 راح يطلع لي برا ويدخل لي مكان الكلور وسوى هاي العملية اسمي هاي العملية بما بالكلورايد شيفت تمام. وبالنسبة للهيدروجين اللي بقى راح يرتبط ويا الهيموغلوبين وينطيني مركب اللي هو هيدروجين زائد هيموغلوبين وهذا يمشي ويا الدم وش اسمه ويقلل ال pH يقلل ال pH. بالتالي اذا قلل البي اتش راح يصير بالافينيتي اللي ماخذينه سابقا احنا معناها شو اسمه حملتي هواي اتش. واذا حملتي هواي اتش معناها البي اتش شبيهة معناها البي اتش قليله. هنا راح يسوي شيفتنج تو ذا رايت شيفتنج تو ذا رايت. بالتالي يعني الافينيتي مالت الهيموغلوبين للاكسجين راح تقل معناها يا بي الاكسجين اطلع من الهيموغلوبين روح للنسيج. وضحت السالفه؟ اطلع من شو اسمه روح للنسيج. هذا الهيدروجين راح يمشي ويا الريد بلس سيل وراح يروح يشوف شغله يم اللانك. يم اللانك راح يتفكك تنعكس هاي العمليه وهسه راح نشوفها. شوف باللانك هسه هاي وين اخذناها؟ هاي اخذناها بالتيشيو. باللانك نفس العمليه تنعكس. من انا جبت هسه هاي الار بي سي اجتني الار بي سي وجايبه وياها شنو هو؟ جايبه وياها ذن اللي مسع السوالف كلها حكيناها مال السي او 2. جايبه السي او 2 بثلاث صيغ ديسولفد ومتصل ويا هيموغلوبين وعلى شكل بيوكربونات تمام ويا هيدروجين. ذني هسه اللي جبناها جابت هنا الرايد بلس سيل وجت فوق ظهرها وصلت المن للالفيولاي تريد تسوي تبادل غازي.
ايش راح يصير؟ راح العمليه تنعكس. احنا من ساعه قلنا قسم من السي او 2 كان كان بالبلازما ديسولفد، فهسه هذا ديسولفد راح يروح وحده للالفيولاي ويجي مكانه او 2. خلصنا من عند هذا، تمام. الثاني من هو اللي هو سي او 2 المرتبط بالهيموغلوبين، سميناه بالكاربو امينو هيموغلوبين، تمام. هذا همينه، هو كان متصل بالهيموغلوبين سميناه بالكاربو امينو هيموغلوبين، راح يتفكك تمام ويروح السي او 2 للالفيولاي ويجي مكانه الاتش 2 او، ويصير عندي شنو هو اوكسي هيموغلوبين. هم خلصنا من عنده. بعد اللي هو الثالثه اللي هو هاي الطلابه اللي عندنا بها طلابه اللي هي من هي البيوكربونات. انا قبل ايش كان عندي؟ قلنا اخر شيء وصلنا انا انه الهيدروجين كان متصل ويا من ويا الهيموغلوبين. خلنا نروح على مصدر قايتين. وصلنا اخر شيء انه يابه ترى الهيموغلوبين الهيدروجين متصل ويا الهيموغلوبين، اخر النتائج. والاتش سي او 3 كان يطلع لي برا ويجي مكان الكلور، شو نسميها؟ بالكلوراي شيفت. من يوصل يم الالفيولاي هاي العملية راح تنعكس. الهيدروجين كان متصل ويا الهيموغلوبين راح يفك اتصاله هذا ويرجع الهيدروجين وحده. الاتش سي او 3 كان يطلع لي برا والكلور يدخل جوا راح تنعكس العملية. الاتش سي او 3 راح يبقى هنا همينه، يجي لجوا، تمام. الدور الاتش والاتش سي او 3 موجودين راح يصير مكانهم اندماج، يندمجون راح يكونون الاتش تي اتش 2 سي او 3، والاتش 2 سي او 3 راح يرجع يتفكك الى اتش 2 او ولا سي او 2، والسي او 2 راح يطلع يروح لللانج ويجي مكانه اكسجين. وضحت السالفه؟ عمليه نفسها راح تنعكس بهذا الشكل. زين، هذه همنا نفس اللي قلناها، ما بيه شيء. هذه هنا بعض الملاحظات اللي حاكيها. هو شو يقول لك يعني؟ هذا نفس الديسولفد حكيناها، ما بيه شيء. شو يقول بعد هنا؟ هذا يعدي فد معادله اللي هي مات الهندرسون هازل باج اكويشن. هذا شو يقول؟ شوف المختصر مالتها، يقول لك يا ابا انا عندي شنو هو؟ عندي المعادله هذا شو تقول مات الهازل باج؟ يقول اكو ريتيو يعني الاتش سي او 3 على بي سي او 2 يساوي البي اتش. شو يقول يا ابا؟ يقول اذا الاتش سي او 3 صعدت البي اتش بي راح يصعد، واذا البي سي او 2 صعدت البي اتش بي راح يكون ينزل. ها سي او 2 قد ما صعد تمام راح يثبط البي اتش، يقلل البي اتش. ليش؟ لان السي او 2 من دخل الريد بلس سيل ايش سوالي؟ سوالي من احد الفعاليات اللي سوالي اياها انه شو اسمه التحدي ويا المي، وبعدين شنطوني انطوني هيدروجين، هيدروجين وبداخل الريد بلس سيل، معناه الهيدروجين بداخل الريد بلس سيل صعد. من صعد الهيدروجين بداخل الريد بلس سيل ايش صار بالبي اتش؟ قل. وضحت السالفه؟ فكل ما زاد السي او 2 كل ما معناها كونت اتش هواي، وكل ما صار عندي فول بيمن بالبي اتش، اوكي. اما الاتش سي او 3 فبالعكس، الاتش سي او 3 عكس من؟ عكس السي او 2. هذه هي المعادله مات هانزل باج كويشن. بعد يقول هنا بنقلب الهيدروجين كربونيت is formed from the dissolution of the CO2 in the blood fluid in the body fluid with a few another buffer system. يعني يقول يابا يعني انه هو يذوب مختلف البادي فلويد بالجسم، بس هاي مثل بلازما، اما فقط بلازما او سي اس اف تمام سيربروسبينال فلويد، والكونستريشن مال هذا يقول affected by a change in the BCO2 and remain effectively conserved. يعني نفس الشيء يقول ها انه بالنسبه للتغيير اللي راح يصير التركيز مالت من مات الهيدروجين الهيدروجين كربونيت. شو يقول هو ما يتاثر. هسه احنا مو قلنا من ساعه شوف العلاقه راح تبدي تمشي مستمره، علاقه بين سي او 2 وبين الاي سي او 3 تمام. شو يقول ترى الاي سي او 3 ما ترتبط ارتباط وثيق بالسي او 2، معناها مو اذا زاد السي او 2 معناها الاتش سي او 3 قلت، واذا زادت الاتش سي او 3 معناها السي او 2 قلت، لا ما لها علاقه. كل وحده لها سيستم يشتغل بها وحده، حلو. السي او 2 لها وحده طريقتها، والاتش سي او 3 لها طريقتها وحدها. مو معناها من اقول ان السي او 2 ازدادت معناها مقابل البيوكربونات قلت، لا هذه ما لها علاقه. لان البيوكربونات اكو اكثر من سيستم يشتغل عليها، اكو اكثر من سيستم يقدر انه يستعملها ويتحكم بالموازنه مالتها، مو بس الريسبيراتوري سيستم، حتى بالكدني موجوده. سي او 2 همينه، سي او 2 ترى مو بس بالار بي سي موجود، هم هواي هواي شغلات موجود بها سي او 2 نستعمله. فمو معناها هذا تغير واحد الثاني يقل حسب معادله هانزل باج اللي من ساعه قلناها، هيك هذا قصده. وهذه المعادله مالت اللي قلت لكم عليها الشرح هذا اللي على بين الصور الثانية، وهذا الصور مهمة لأن ممكن يجيك يقول لك اكتب لي الميكانيزم مالته.
تمام. هذا مال الكلوراي شيفتنج حكينا تمام. وبعد يقول لك انه يابا بعد هنا ما قلت لكم بها هذه يمكن اكو فد نسبه هي موجوده بس نصا يقول لك انه النسبه اللي متفككه مال ال مال مال السي او 2 مال البيو كربونات تكون تقريبا 20 يمكن 20 ملي هيك تقريبا. ها هذه شو يقول يابا؟ يقول بالنسبه اذا نقارن بين الريتيو مال الاتش سي او 3 ومال السي او 2، الاتش سي او 3 اللي ذايب بالبلازما والسي او 2 اللي هم بالبلازما يعني بشكل عام يقصد بالسوائل. يقول اذا نقارن النسبه مالتهم فيكون الاتش سي او 3 اكبر من السي او 2 بحيث كل 20 اتش سي او 3 تقابلها وحده منين؟ من السي او 2 20 الى 1 النسبه بيناتهم. اذا نقدرها بالمقدار شو يقول؟ يقول 25 ملي مول SCO3 بال 100 مللتر الواحد بينما 1.2 ملي مول CO2 بال 100 مللتر الواحد. فهنا هي الاختلاف، يقول لك انه SCO3 كميته اكبر من CO2 تمام. فمو معناها التغيير البسيط اللي بالCO2 راح ياثر على SCO3. وبشكل عام SCO3 شغله يختلف وتنظيمه ويعني كل هيتين يختلف عن معنى السي او 2. فيقول لك هنا ال 25% هذا احنا قلنا 25 السي او 3 و2.1 قلنا و2.1 1.2 للسي او 2 مو هيك قلنا. يقول 25 ملي مول مال السي او 3 ان بلازما ريمين ماتش مور باي بافرنج كاباسيتي اوف ذا هيموغلوبين ذان ذا بي سي او 2. تاثير الاتش سي او 3 على البي اتش راح يكون له شنو هو يعني مثل ما نقول فعالية أكبر منين ذان بي سي أو 2، لأن بي سي أو 2 هو قليل والإتش سي أو 3 كميته أكبر. وإذا أنا إذا غير الش اسمه الهيموغلوبين البي إتش العفو إذا أريد أغير البي إتش أني باستعمال التغيير مال الإتش سي أو 3، يعني قلنا الإتش سي أو 3 إذا صعد راح يصعد البي إتش وياه. ففرضا أنا إذا نزل البي إتش شو أنزل البي إتش؟ أنا عندي هواي طرق، أما يا ترى أصعد السي أو 2 أو أقل الإتش سي أو 3؟ فانت بهاي الحاله اذا تنزل البي اتش وعندك طريقتين، مو معناها انت الطريقتين لازم تستعملهن، او مو معناها تستعمل الطريقه الاولى لازم الطريقه الثانيه راح تصير بها بشكل معاكس. الاتش سي او 3 مقدارها 25 ملي مول، فانت من يعني تاثيرها كبير على من على البي اتش اذا صار بها نقص او خلل او كذا. فتأول شيء يقول لك انها ديترمين ماتش مور باي بفرنج كاباسيتي اوف ذا هيموغلوبين ذان بي سي او 2، يعني بي سي او 2 كميتها اقل منين؟ من الاتش سي او 3. هذا نفس اللي قلت لكم بها من الساعه الرسم اللي شرحنا عليه. بعد ذا بي اتش بودي فلويد is there for the rotation ship. هذا ما يقول لك اذا موت او السي او 2 ديسولفون ان بلازما اند اموت او السي او، يعني يقول لك انه السي او 2 والسي او 3 اثنيناتهم هن راح يتحكمون بالبي اتش اللي موجود بالجسم والسوائل. ويقول لك انه السي او 3 هنا مو معناه انه فقط هو بالريسبيراتوري سيستم راح يشتغل، لا بالكيدني هم، يعني الكيدني هم يعني يتحكم يمتص السي او 3 يمتص سي او 2 يدفع سي او 2 يسوي ابسوربشن يفرز اكستريشن الى اخره. راح ناخذ ان شاء الله بمن باليورينري سيستم هم يعني. تمام، اللي هو نظام تكاملي. بعد شو يقول بعد هنا؟ الفيتشرز او الكريتيكال فيتشرز از ذات ذا سو لونج ذير از اوينت تايم از ماتش اتش 2 اتش سي او 3 ديسولف سي او 2 بلازما ذن بي اتش ويل بي 7.4. شو يقول؟ يقول حسب هذا ال شو اسمه المقارنه، معناها شنو المقارنه اللي هو من ساعه قلنا هذا 20 وهذه 1 النسبه مالتهم مو هيك لولا. حسب هذه المقارنه وحسب هذه النسبه البي اتش مات البلد ثابت او البلازما ثابت 7.4 او 7.3 مرات يقولون تمام 7.4 تقريبا هيك شيء. يقول it is ratio of HCO3 BCO2 which matter not absolute values، يعني هاي بس هيك شيء. بعد breathing effect RTL BCO2 and therefore BH of the body fluid a point we will return to next session. شو يقول؟ يقول انه اثناء ما تتنفس انت من الار بي سي تجيب سي او 2 من الانسجه وراح توديه لمن؟ راح توديه للجهاز التنفس، وجهاز التنفس يطلع لي برا. هو هاي العمليه راح تتحكم بالبي اتش وتنظم للبي اتش، يعني اذا بقى السي او 2 بالجسم مشكله راح يثبط للبي اتش يسوي لي اسيدك تمام. بالتالي لازم احتاج شنو؟ لازم احتاج هايبر فنتيليشن، احتاج يعني تنفس شو اسمه تاكيبيني على مود شنو؟ على مود هذا السي او 2 اطلعه من جسمي. اذا واحد نحب بس عنده السي او 2 داخل الجسم راح يصير عنده بي اتش حموضه بالدم وهاي مشكله تمام. بهاي الحاله ايش راح يصير؟ لازم انا ازيد عمليه التنفس على مود احاول اطلعه من هذا الشيء. مرات عند اهل السكري ذولا ممكن يصير عندهم هيك شيء. اوكي.
بعد كربون دايوكسيد اسوريكت دايركتلي وذ ذا بروتين ابارت اوف ذا هيموغلوبين فورمولا، هذه قلناها ان الكربون دايوكسيد يرتبط ويا الهيموغلوبين يسمونه كاربو امينو جروب او كاربو امينو هيموغلوبين. يقول الزياده بالبي سي او 2 اذا زادت سي او 2 راح يزداد ضغط السي او 2، هاي نعرفها، واذا زاد ضغط السي او 2 معناها راح تزداد كميه السي او 2 المذابه بمن بالدم، المذابه بالبلازما العفو، حتى بالترانسبورت اوف ذا او 2 هم اخذناها. قلت لكم اذا اني عندي هيموغلوبين وهاي الهيموغلوبين هو بي بس اربعه شو اسمه اربعه اماكن تتصل بي، شنو هو تتصل بي السي او 2ات، سي او 2 هنا سي او 2 هنا سي او 2 هنا، تمام. اذا اني هنا عندي بس اربعه، ركز لي هنا عندي بس اربعه اوكي، وجبت لك خمسه راح تنطي اربعه ذني وواحده تذوب البلازما، حلو، هاي بحاله طبيعيه وما عندي شيء. اذا جبت لك ثمانيه راح تنطي اربعه لهنا ويبقى عندك اربعه ذوبين بالبلازما، معناها كميه السي او 2 اللي انذابت بالبلازما صارت اكبر، واذا اذا زادت كميه السي او 2 اللي يعني ذابت بالبلازما صارت اكبر هم راح يسوي لي شيء يعني هارمفول افكت، راح يسوي لي في الديسيز كانه البي اتش راح تقل اوكي، راح يصير اسيدوسيس بهاي الحاله. فيقول لك كلما كان السي او 2 اكبر كلما وين عبرنا عند السولفيد البلازما ديسولفيد او السي او 2 اللي يكون ديسولفيد بالبلازما راح يكثر مثل ما اخذناها وين بالاو 2 زين، لانه الهيموغلوبين لها عدد محدد، هي تتشبع باربعه وكافي بعد ما تقدر تاخذ، فهي لها عدد محدد، اذا زاد عن هذا العدد المحدد بعد ما تقدر تشيله فوين تطرده للبلازما فيذوب البلازما. البلازما هو حد 10%، اذا صار اكثر من 10% راح يكون شنو، راح يكون ظهر هيك يعني. وهنا يقول لك when that blood reaches the lung the oxygenation of the hemoglobin makes it less good buffer the hydrogen ion drive of react with the hydrogen carbonate to the form CO2 which is breathing out. نفس الرسم اللي قلناه من الساعة هذا، نفس اللي هذا شوفها، من قلت لكم راح يصير شيء بالعكس، راح الخطوات ترجع بالعكس تمام، والدور يتكون CO2 CO2 يطلع لي برا ويجي مكان الأكسجين، نفس الخطوات اللي حكيناها من الساعة ما بيها أي شيء. هسه نجي من الديسوسيويشن كيرف اوف ذا اوف ذا سي او 2، وش يقول يابا؟ هذا هسه مقدار السي او 2 بالجسم بالدم، وهذا البارشل بريشر مالته ضغط السي او 2، وش قلنا تناسب طردي، كلما زادت الكميه مالت السي او 2 كلما زاد الضغط، فهنا نلاحظ انه كميه السي او 2 عاليه اذا الضغط هم عالي، هنا هم عالي، وهكذا كلما زادت كميه السي او 2 كلما زادت ضغط السي او 2 وهكذا هيك. هنا بالانسجه يكون عالي سي او 2 بالانسجه يكون عالي، يبدي ينزل 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 من يوصل يوصل لمن الى اللانج راح يصير بتبادل غازي راح يطلع ويجي مكان الاكسجين وهكذا وتنعكس العمليه. هذا نفس السلايد الاخير يقول the carbon dioxide dissociation curve has relatively straight slope with a line relationship between CO2، ها يعني يقول لك انه شنو هو، يقول لك انه البي سي او 2 وتركيز السي او 2 تناسب طردي، كلما زاد تركيز السي او 2 كلما زاد البارشل بريشر مال السي او 2، نفس اللي قلنا تمام ما بشي، وتنعكس العمليه يعني من يطلع السي او 2 يجي مكان الاو 2 وهكذا، كلما قل السي او 2 كلما قل البارشل بريشر مال السي او 2 وهكذا. يقول in the case of the oxygen as the BO2 rise، بالحاله بهاي الحاله مثلا اذا الاكسجين او ضغط الاكسجين ضغط الجزيئ الاكسجين ازداد، يقول ال HB hemoglobin become saturated with the O2، هاي ندري بها يعني اذا ازداد ضغط الاكسجين معناها كميه الاكسجين كبيره، معناها انه انا شبعت الهيموغلوبين بالاكسجين وراح اوديه للتيشو على مود استفاد من عنده. يقول بالهايبر فنتليشن كان significantly reduce the CO2 content in the blood but cannot significantly increase in the oxygen content. يعني نشوف انت من يقول لك سوي من تسوي هايبر فنتليشن يعني تنفس هواي، بهاي الحاله ايش تقدر تسوي انت؟